نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم وعشرة الصبح. وفقرتنا النهاردة في حلو الكلام هنتكلم على شعر جميل جدا وعلى مساحات شعرية مختلفة. وبيسعدنا ان احنا يكون معانا الشاعر الدكتور مسعود شومان رئيس هيئة قصور الثقافة. اهلا بحضرتك يا فندم. وسهلا، صباح الخير. وصباح الخير استاذ مسعود. يعني خلينا نبتدي سريع سريع كده، وعايزين نعمل فلاش باك على يعني السي في بتاع حضرتك. بحب نتكلم على اهم اصداراتك مثلا في الشعر. ابتديت امتى وابتديت ليه وليه اخترت الشعر مش كره القدم مثلا، مش حاجه تانية؟ يعني اشمعنى الشعر؟ وهل هي يعني موهبه فطريه ولا حد ساعد حضرتك في الاول، او مشيت ازاي الدنيا؟ بص، انا اتولدت في مكان يعني اقرب للريف، يعني مدينه متريفه زي ما بيقولوا، يعني هي مدينه شبين القناطر، ولأم من حافظة المقصور الشعبي والفولكلور، طول الوقت بتردد أمثال وأغاني وأغاني الهدهدة تسمعه، يا بتقول يا ولد يا ولد تو طبلك ما ضرب، والمدينة اتدردكت والغز قامت على العرب، تسمعه وهي بتقول أمثال. كل الكلام ده دخل في الـ في الـ في اللاوعي. ومع جد أصلا برضو من المريدين، يعني طول الوقت من عشاق الموالد، بيروح يحضر بخيمته الكبيرة يستضيف فيها كل ناس قريته، بيشوفوا فيها بقى كل مظاهر الحياة الشعبية بقى، من الأوراداتي لبتاع الربابة، كل الأجواء دي كلها. وأنا طبعا برضو تربية كتاب، يعني كنت أروح الكتاب، وكتاب بقى القديم بقى أيام اللوح والريشة الغاب والكوز الصفيح اللي تغطس فيه الريشة الغاب وتكتب. فكل الأجواء الفولكلورية دي خلت الواحد، مع أجواء الحكي طبعا، يعني اتولدنا في أوقات برضو ما كانش فيها الكهرباء موجودة قوي، فكانت لسه يعني بشاير، الكهرباء كانت لسه بشاير، فكان الحكايات كانت كتير لأن هي اللي كانت بتونس يعني. فتقعد تحكي بقى حكايات من أول ما نبدي القول إلى آخر طبعا هذه الطقوس. كنت بروح أودي نادر، يعني كان ليا نادر في احد الاضرحه الاولياء في مدينه شبين القناطر، فكان النادر عباره عن صفيح الجاز. صفيح الجاز ليه؟ عشان بيعمروا بيها الكلوبات بتاعه المقام للذكيره اللي هم بيذكروا. فكل الاجواء دي الحقيقه يعني خلت الواحد يراهن على رهان خاص جدا. هذا الرهان هو رهان الشعر. اعتقد انه الشعر طوال الوقت كان بيجي من مناطق شعبيه، هذه المناطق الشديده الشعبيه خلت لشعري ميسم خاص زي ما بيقولوا النقاد. عشان كده انا بعد كده يعني الحقيقه بدات ادرس الفولكلور، يعني رحت عايز اشوف هو اللي انا بسمعه من امي وبسمعه من جدتي وبشوفه في مظاهر شعبيه دي ايه، عباره عن ايه علميا، يعني في حاجات غامضه عليا مش قادر افهمها. فرحت درست انثروبولوجي ورحت درست فولكلور، وبعد كده اتخصصت بقى في هذا في المجال. انا عندي ما يقرب من 20 كتاب ما بين الشعر وما بين الدراسات الفولكلوريه والانثروبولوجيه ودراسات شعر العاميه، وحصلت على جائزه الدوله في مجال الدراسات الشعبيه، وبعض اشعاري مترجمه في فرانكفورت وفي جامعه اركنسو بامريكا، وعندي ابحاث كتيره جدا منشوره ودراسات منشوره، ولي مشاركات دوليه وسواء بره او في الوطن العربي، ولازلت بتعلم كل شويه من الجماعه الشعبيه. انا يعني الحقيقه مؤمن جدا بالجماعه الشعبيه، ودايما بردد مقوله سينجور الشاعر الافريقي العظيم اللي بيقول عندما يموت معمر افريقي فكأنما احترقت مكتبة بها 1000 كتاب. طبعاً طول الوقت احنا بيموت عندنا مكتبات متحركة متنقلة من بشر، محتاجين نجمع ما في صدورهم من عادات ومن تقاليد ومن أغاني ومن تراث هائل جداً يعني. طبعاً. طب احنا عايزين نسمع شعر حضرتك، وعايزينك تعرفنا أكتر على الهوية المصرية والمصريين في الأماكن المختلفة. أنا يعني عامل مجموعة دواوين، الحقيقة ديوان منهم كان عن الأولياء، يعني عن السيدة زينب وعن المرسى أبو العباس وعن فاطمة النبوية في الأجواء الشعبية الفولكلورية للمصريين. أنا بعتبر أن الموالد هي أفراح الفقراء، وأن الفقراء من حقهم أن يفرحوا طبعا، وبيحلوا مشاكل كتير جدا داخل المولد، والمولد اللي هم بيحاولوا يلغوه ويقضوا عليه بدعاوى من أصحاب العقول
اللي هي انا بسميهم الفاشيه الدينيه، بيحاولوا قدر الامكان ان هم يلغوا هذه المظاهر بوصفها يعني مخالفه للدين، في حين انها طوال الوقت هي محبه جدا ومتسامحه جدا وبتخرج لنا فنانين وفيها مظاهر اقتصاديه ومظاهر ترويحيه يعني عالم بكامله. فهذا ديوان. ديوان تاني انا كتبته عن الحرفيين، يعني عن العطار وعن الصياد وعن بيعة الجرجير وعن يعني عن المبيض النحاس اللي اختفى، كل المظاهر اللي هي بتمثل بالنسبه لنا جزء من ملامح هويتنا. كتبت عنها، بس كتبت عنها كتابه بالمعنى ان انا بحاول قدر الامكان اخلي ادوات الصنايعه تتكلم. هي اللي تقول وجعها وتقول افراحها وتقول هي بتشتغل ازاي. وانا حضرتك سوقتنا ان احنا نسمع. طيب انا هقول لكم الصياد. طيب الصياد وبعد كده يعني حاجه من الديوان بتاع اولياء الله الصالحين. اوكي. صياد مراكبي عاشق وقلبي رمى شبكته على المحار، بعرف محارتي والناس في حارتي وفي كل دار بيعرفوني، تلاقيني قاعد عالشط ساند من غير مساند للرب حامد، قادر يخلي ترزق تملي بعد المرار، بالصبر تحلى وتبقى أحلى وهي مرة حلوة ومرة وحلى وساعات هزار، بعشق ثلاثة كلمة يا رب والرب سامع والرزق بدري مع النهار، وكمان ثلاثة ولادي وامي والصبر قارب ساعة المغارب، بلم شبكي وباختصار الحمد كله للي رزقني، عشقت بحري الموج عشقني، الفجر مرة صحي وسبقني لقيت عيني طقت شرار، في البحر رزقي وانا قلبي مسقي من الخضار، بوري وسيديا وبولت طازة وساعات شبار، بلاميطة طعمة خلولي نعمة والبحر نعمة وتحته نار للي يخونه، عارف شطوطه وبوجه قادر على كل غادر واللي استجار بخير وفاز، قلبي عملته قارب نخلني من دواماته، كتير خدعهم ونهايته ماتوا ولا حتى ذكرى، خد مني عبرة من اللي جرالي واللي هيجرى، اخلص لبحرك اللولي عايم ولا حد يطلع على السلالم الا بعزمته، اما اللي طاطا وقال لي قيمته تلاقيه مرمي بصطاد بكرمك وبدعوة امي، مرضي بدعاها لما يحاوطني الموج بيصحى ويروح حاططني، واروح بخير وارجع بخير والحمد دايما على لساني، يا رب يا رب نورك نايم في حضني وساعات ياخدني والنور بيملى روحي وكياني، علمني بحرك لعنت في رزقك ولا اكون اناني، والحمد ليك وانا بين ايديك رامي حمولي وبنام بفضلك على المخدة وعلى الحصيرة، قلب البريء من بعد هبدة ينطق بفضلك ويقول لساني كلمة يا رب، الحمد ليك على كل شيء، الحمد ليك على كل شيء. جميلة. الحمد لله على كل شيء فعلا. جميلة. الله يخليك. برضو بقى يلا قصيدة تانية من الديوان بتاع أولياء. طب أنا هقول للسيد البدوي. السيد البدوي معروف يعني شيخ العرب في طنطا، ليه طبعا تاريخ معروف جدا على المستوى التاريخي، هو جاي من بلاد المغارب، من بلاد المغرب، من فاس تحديدا، مارا بأرض الجزيرة العربية ثم وصولا للعراق ثم عائدا إلى مصر ليسكن في مصر في طنطا تحديدا. سيد على روحه وشايل مهجته في عصاه، سيد على روحه وشايل مهجته في عصاه، بيحن له رمل الطريق ولا عمره مر عصاه، بيعب بالنور اللي بتلتب ودموع الندم في عصاه، عيل صغير في محمل على الجمل بيطل والريح بتكنس طريقه وهو جاي من فاس، مدد يا سيدنا علي مدمر مخلي الشوف واقف مرعرع مع كل لمسه فاس، على المهجه ماشي للعراق طواف دمع الحنين نزاف على الأدمين، 4 سنين ماشي وشايل كفن ولكل رجل عينين، بس اللي عارف يبقى عارف فين، رايح يزور الرفاعي ويغسل القبة، العشق فاض على الرمل الدمع زاد حبة، نزل بيجري على الهدوم حنت
يكتب على ايده الحروف ويدقها بلسانه، يكتب على ايده الحروف ويدقها بلسانه، قلبه حصان رماح والدمع فرسان، وتحت السماء يكتب وبيقري، طلعت له قمرة اسمها فطنة، شجرة بتضوي ونقبها بري، شايلة النجوم على كفها المحتاج، نور القمر غنان، صامت عينيه عن حسنها بالصمت، واختار يكلم سبحته في ظل شجرة صمت، ومن هناك شال خطوته لطنطا، 10 سنين عالسطوح ويا السطوحية، يبعت لهم جوابات بختم القلب، يبعت لهم في كساد بالعشق مسئية، اتجمعوا الدراويش وشالوا سيوفهم، وكل ليلة الملايكة تحف وتعدي، وفي ملايكة كل ليلة ضيوفهم، 2000 مدد والبدوي جاب اليسرى، عجزت وبنقي الجروح والحسرة، هاجت عليك الغلابة وحبوا على ايدك، اديت لهم على ايدك رديو بمقام الفقير، في بيت ركين الدين يتملى عبد العال، والعشق يتمخطر على الفرصة، وكل ساعة بحال، جاله السؤال من ساحة القلعة، الضلمة طالعة بس فيها هلال، اعرف مقامك واحفظ المواعيد، اهلا وسهلا بحزن لسه جديد، يسأل دقيق العيد والبدوي بيجاوب، النور بيحكي الحكاية والظلام يتاوب، شيخ العرب عبى السواد في التانية ونام على حب التراب حيين، خده معلم بس ما تعلمش غير انه واحد في طريق النور، لسه في قلبه كلام فوق اللسان، ما قدمش سيد على روحه وشايل مهجته في عصاه، بيحن له رمل الطريق ولا عمره مر عصاه، بيعد من النور اللي متلتم ودموع الندم في عصاه. الله 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 الله, الله. ثلاثة الله. مش عايزين نتكلم، احنا عايزين نسمع. احنا ما ينفعش يعني، اكيد حضرتك كاتب حاجة عن الريف المصري، في حاجة عن الريف المصري. طيب يعني نتخيل مع بعض كده الفجر، والديك بيبدا اول من شعاع نور، الست الغلبانة، الست المصرية الجميلة بتفتح باب الدار، بتفتح للبط يطلع على يروح على الترعة، بتشم ريحة الريف المصري الصبح، بتشم ريحة الخبيز من الفرن البلدي، بتشوف التوتة والساقية تحتيها، والراجل عمال ماسك مثلا البقرة بيسحب عشان خاطر تطلع المية، الأجواء الجميلة دي عايزين نعيشها مع حضرتك، أو يعني حضرتك كاتب حاجة مثلا عن الريف بشكل عام؟ لا هو الدواوين كلها يعني فيها الحس الشعبي ده، يعني أنا ممكن أقول لك حاجة عن النقاش المصري، النقاش اللي يعني بيقول بيني وبين الحيط سلم، بيني وبين اللون حواديت، صلي على الهادي وسلم، أولنا هنصنفر والشيك، والصنفرة مش حدادي، أصل الحيطان زي ولادي، في فرق بين الزين والشين، ياما حجينا وحندادي، وتنينا سكينة ومعجون، في الشغل دايما أندادي، بيدربوا في الجردة اللون، والفرشة بتقول شاركوني، واقفة على سلم مجوز كأنها مولودة في سرك، نكشة شعورها وبتنقر، شافتني طالع ومبوز، قالت لي مالك كده يا زبون، قلت لها اسبوع واتجوز، ويزيد مع المجانين مجنون، ضحكت بصوت عالي ومالت، والرولة وياها الكركع، وضحكها حبب على الحيط، الصنفرة قامت شالت كوز الغرة لما تلسوع، قالت له أما صحيح لزقة، خليك على الحيطة مكوع، نازلين هزار وسط الشقة، وصاحبها بيشد في شعره، يا اخوان لو المصحف فلست، كفاية وش على المعجون، قالوا لي لأ لو حتى رفصت، احنا ولاد عم بيكاسو، وخلنا ليوناردو دافنشي، يا اخوان على دمكم حسوا، أنا اتفقت مع حماتي، ضحكوا سوا وبصوت مسموع، وقالوا له وياك ما تخافش، أوام أوام وش التشطيب، ونصنفرك ويا الشبابيك، والكل يجهز على التركيب، ونشرب الشربات وياك، والرقص يبقى على الوحدة، يمكن تبيض وش حماك، إيه رأيكم نرسم وردة مع عود قرنفل في البلكون، بيرقصوا في جنينة عشق، ويزفوا كل طيور الكون، وينقشوا بالحنة جناح، بإيدين بتتوضى من اللون،
وتتنصب على الباب افراح واحنا كده باي باي مرواح على كل حيطه سلمنا نمشي وشايلين سلالمنا بينا وبين الحيط عشره الواننا ما تكونش وتكذب فلس الحياه ودهب قشره كانها طيف على المركب ممكن في لحظه جبانه تكون على الحيطان لازم نكتب العشره ما تكونش على اللون العشره ما تكونش على اللون جميله حلوه جدا بس ايه موضوع بيض وش حماك دي معناه ايه يا ناس تبيضوا بالفرشه ولا تبيضوا لون ابيض لا تبيض بالمعنى المجازي يعني انه يمسكوا يعني خليه يبقى مبسوط يعني طيب حضرتك في دراستك للانثروبولوجي اكيد يعني سافرت في اماكن كتير في مصر وتعرفت على ناس كتير وعرفت منهم تاريخهم والظروف اللي هم عاشوا فيها فاحنا عايزين نتعرف من حضرتك اكتر بص حضرتك مصر دي كنز كبير جدا يعني من العادات والتقاليد يمكن اهم منطقه اللي انا درستها بقوه هي منطقه حلايب شلاتين ابو رماد وزرت هذه المنطقه لسنوات طويله جدا يمكن بروح هناك من سنة 94 وهذا المكان العبقري أنا بسميه البطين الجنوبي الشرقي لمصر هذا المكان بما يضم من قبائل العبابدة والبشرية بما يضم من أغنيات ومن عادات وتقاليد يعني على سبيل المثال عندهم موسيقى خاصة آلات خاصة عندهم آلة تشبه آلة السمسمية اللي احنا بنعرفها أو آلة الطنبورة اسمها الباسينكو هذه الآلة بيعزف عليها بعض الأغاني وفي الأفراح وفي حاجة اسمها طقس السماية السماية اللي هي زي السبوع عندنا يعني هو الطقس عندهم بيبدأ بسماية الولد أو البنت وطبعا هي قبائل يعني يسموها طبعا طقس السماية ده بيتشرب في حاجة اسمها الجبنة الجبنة دي عبارة عن قهوة وهم بيعتزوا بشرب القهوة جدا بطريقة برضو خاصة بتتعمل بطريقة رائعة وجميلة يعني يجي البن الـ 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 على أصله يعني ويتصحن ويتعمل على النار وهم بيغنوا صب الجبنة يا بنية في ظل الضحاوية فنجان جبنة بشماله يسوى الدنيا بماله ويبدأ بقى إيه يغني الأغاني وعلى الباسنكوب ومع السماية طبعا بتتوزع بلح بتاع المنطقة وافراح مهمه جدا في مع بيذبحوا طبعا للفقراء والذبيحه دي بيسموها كرامه يعني فهم عندهم عادات وتقاليد لها علاقه بينا كمصريين بقوه ومرتبطه بعاداتنا وتقاليدنا على المستوى الكلي لكن بتميزهم اغانيهم الخاصه يعني مثلا هتلاقي انواع طبعا بالروتان عندهم لغة بيسموها الروتانة أحيانا بيغنوا بمفردات خاصة وأحيانا بيغنوا العباب ده بيغنوا بالعربي يعني أو بأقرب للمفردات العامية يعني يقولك مثلا لونك جميل شكل جناين النيل يتغزل في البنت لونك جميل شكل جناين النيل أنت أميرة لكل البنات والجيل فيك مكملات خلق السماح والريل راسية أديبة يا الدبلة المشيك وحيل طبعا تبني نا صعبة بقى الجزء الأخراني ده هي تبني نا صعبة بس هو بيوصف وجه الأنثى يقول لها أنت وشك حلو قوي وجهك جميل زي شكل الجناين النيل زي الزرعة اللي بتطلع وبيرويها مية النيل لونك جميل شكل الجناين النيل انت اميره لكل البنات والجيل يعني انت احلى واحده في جيلك يعني لونك جميل شكل الجناين النيل انت اميره لكل البنات والجيل فيك مكملات خلق السماح والريل يعني انت شبه هم عندهم بيعتزوا ببعض الحيوانات اللي في المنطقه حيوان اسمه الاريال هو حاجه زي شبه الغزال فبيشبه الانثى بالغزال في مشيتها فيك مكملات خلق السماح والريل راسيه اديبه يا الدبله المشيك وحيد يعني بتتدبل عندهم تتدبل يعني بتتسنى كانها ماشيه في وحله يعني هي بتتدلع كانها ماشيه في الوحل يعني فهم عندهم نصوص رائعه جدا متنوعه عادات وتقاليد محتاجين نبص عليها بقوه لانه ده جزء
تم تهميشه طويلا جدا على المستوى الثقافي. احنا الحقيقه بننزل له بقوه دلوقتي من خلال قوافل ثقافيه، من خلال جمع ميداني للعادات والتقاليد والتصورات بتاعتهم. وجودنا معاهم محسسهم طول الوقت ان هم جزء من هذا الوطن، وهم بالفعل جزء في قلب الوطن، وعندهم ما يغرينا بان نذهب الى هناك على مستوى العادات والتقاليد والثقافه. بالفعل من المهم جدا ان احنا نلقي الضوء على المكان زي ده وما نسيبوش، ويمكن في فعلا اهتمام كبير في حلايب الشياطين الفتره اللي فاتت، وهيكون في اكتر ان شاء الله. طب احنا يعني يمكن الفقره جريت بسرعه، عايزين نشكر حضرتك جدا استاذ مسعود شومان، احنا استمتعنا بصراحه بوجود حضرتك معانا، نورتنا، وكلامك الجميل ده بصراحه يعني اشجعنا على الصبر. الله يخليك، اشكرك ان شاء الله، ولينا لقاء تاني نتكلم بقى اكتر على قصور الثقافه ونشر الثقافه في مصر باذن الله. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك يا فندم. هنطلع لفاصل ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم. فقرتنا اللي جايه سراديب مصريه، ولقاء عن الاثار الاسلاميه بمنطقه القلعه ومسجد ابن طولون، ولقاء مع الدكتور محمود ابراهيم حسين استاذ بكليه الاثار.